يو السلام عليكم، معكم عبد الله ابو جاد، واليوم غنتكلم لكم على سمعتوا الطاقات النظيفه اللي هي الطاقات المتجدده. دابا سيدي كاين البترول، كاين الغازات، مازوت، وحنا راه غيكمل هادو طاقات غيكملوا واحد النهار، يعني شي نهار مازوت غيسالي باش غنحركوا الموتور. كاين الموارد الطبيعيه، هاد الموارد تتعطينا طاقه متجدده. المغرب كله طاقات متجدده، كله مصادر طبيعيه ديال الطاقه. اليوم المغرب تيستورد بزاف ديال الحاجيات الطاقيه، وبداو مشاريع كبرى، فين تنقول كبرى مشاريع كبيره باش المغرب يولي ينتج الطاقه ديالو. وعلاش لا حنا اللي جي نهار نصدعوها؟ هادشي تعني انه بزاف ديال فرص العمل غادي دابا تكون من هنا لقدام في ميدان الطاقات المتجدده. برا على الخدمه. وهاد القضيه بجوج حاجات، الانتاج ديال هاد الطاقات، لا برودكسيون ديال هاد لي زينيرجي، وحاجه اخرى نجاعه طاقيه اللي هي ليفيكاسيتي انرجيتيك. هاد النجاعه الطاقيه هي كيفاش نستغلوا ونستافدوا اكثر من داكشي اللي ديجا عندنا. بغيتكم تعقلوا مزيان على هاد الجمله، هاد الجمله تقدر تنفعكم شي اونتروتيان ولا شي حاجه. اهم طاقات اللي تنتجوا هي الطاقات اللي اقتصدنا. كاين مهن وتخصصات اللي عندها علاقه مباشره مع هذا الدومين، تنتكلم على طلبه الباحثين، اساتذه الجامعيين، المهندسين، تقنيين، تهضر على تقني متخصص او تقني عادي، اللي عندهم دبلوم ديال تقني عالي، وحتى البعض اللي عندهم غير باك بروفيسيونيل. ما نساوش حتى الناس اللي عندهم اجازه مهنيه او ماستر متخصص في هذه الميادين. شنو هما التخصصات اللي خاص يقراو هاد الناس؟ كاين لينيرجي رينوبلاب، بيو كاربورون، كاين ليكسبلواتاسيون اغريكول اون بيو ميثانيزاسيون، ليوليان، لا جيوثيرمي، ليدرو الكتريسيتي، وكاين بيان سور السولير. كاين تخصصات اخرى اللي داخله في ميدان الصناعه والفلاحه، الريسيكلاج وجاني شيمي. هادو المهن اللي عندها علاقه مباشره مع هذا الميدان. ولكن عندي خبر غادي يعجب كاع الناس اللي ديجا بداو يقراو شي حاجه اخرى، او اللي عندهم ميولات مغايره، غير هما باغيين شي نهار يخدموا في هذا الميدان. سمعوا مزيان، راه اللي عندهم تخصصات مباشره مع الطاقه ما هما الا نسبه قليله من الناس اللي كاع عاملين في هذا الميدان. نقول لكم كيفاش. مثلا قبل ما تدير محطه ديال الطاقه الشمسيه او الريحيه، تنصيفطوا متخصصين في الطقس اللي تيمشيو يديروا دراسه على ديك البلاصه. تنحتاجوا ايضا ناس اللي مختصين بالطوبوغرافي او التاثير البيئي او التاثير على السكان، وطبعا حتى ناس اللي غيدرسوا التغييرات اللي خاصها تكون في ديك البلاصه من ناحيه البنيه التحتيه. هاد الدراسات هي ما مرتبطاش مباشره مع الدومين، ولكن ضروري منها في التحضيرات لهاد المحطات. خاصنا ايضا ناس ديال جاني دي بروسيدي، فين مثلا تيتعلق الامر بطاقه شمسيه بغيتي تحولها لطاقه حراريه، فين غتبغي تبني ديك المحطه او ديك المصنع، ضروري من الناس ديال جاني سيفيل اللي غادي يجيو يوقفوا على الشغل. منين غادي تنشا ديك المحطه او ديك المصنع، غادي تحتاج ناس اللي غادي يجيو يانستاليو دوك الاجهزه، اللي هما ناس مختصين جاني ميكانيك وجاني دي ماتيريو. ما نساوش لي بلومبيي في حاله الانتاج ديال الماء الساخن عن طريق الطاقة الشمسية. كاين مهن غير تقنية ماشي تكنيك، هنا تنهضر مثلا على الناس ديال الماناجمنت، الناس اللي غادي يسيروا لي بروجي وغيسيروا حتى بنادم. تنحتاجوا بزاف لي كوميرسيو، ناس اللي عندهم مع الهضرة وبيع وشراء، اللي تيحاولوا يقنعوا زبناء كبار بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وقبل ما يتباع أي بروجي خاص ضروري أن انجينيور تكنيكو كوميرسيال اللي تيبدا يحسب المردودية الإنتاجية وكاع ديك الحسابات اللي غادي يقنعوا دوك الجهات الكبرى باش يستثمروا. أتونسيون، راه ما تنهضرش على غير الكليون اللي تيكون فرد او لا غير فلاح او لا انسان عادي عنده شركه صغيره. شي مرات انساجي دو بيي، خاصك تقنع بلاد كامل باش يدفع شويه الفلوس في هذا المجال. زيد كاد جوج المهن، كاين متخصصين في انهم يكتبوا ملفات ديال دعم ضروري، وكاين متخصصين في انهم يجاوبوا على لي زابيل دوفر. مثلا شي جماعه بغات تضوي الحي كامل طاقه شمسيه، خاص ناس اللي تيعرفوا يجاوبوا على هذا الشيء. اخر حاجه ما نساوش ان اغلب الاجهزه تتكون مستورده، ماشي ضروري صناعه مغربيه، اذا خاصنا دي جون اللي مختصين في
كوميرس انترناسيونال. قبيله هضرت على النجاعه الطاقيه ليفيكاسيتي انرجيتيك، ايوا راه كاين ناس مختصين بلودي تيشوفوا كيفاش المستهلك يقدر يستهلك قل، كيفاش نقدروا نقتصدوا. شي مرات يخدموا كمستشارين في هذه المحطات. الحصول عطيتك تقريبا كيفاش هذا الميدان كامل منظم، اي حاجه اللي تتبان لك تقد تهمك انت رجع ليها في الفيديو وشوفها وتعمق فيها، قلب عليها في جوجل، سول الناس باش تعرف اشنو يصلح لك. وما تنساش المهنه الا كانت عجبك غادي تكون فيها ناجح ومبدع، فرحان وسعيد وبخير. السلام عليكم.